طيب اخواني، معنا في هذه اللحظات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم اماره الشارقه. طويل العمر، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. مساك الله بالخير يا طويل العمر. مساك الله بالخير. جزاك الله خير وبارك الله فيك على جهودك يا طويل العمر، لكن اسمح لنا على هذا السؤال التساؤل الذي سالناه، يعني لا نعرف يا طويل العمر ما الذي تقدم وما الذي تؤخر؟ ما هي الأولوية بالنسبة لك؟ المهندس خليفي يقول إسكان أولوية والبيئة أولوية والمنح الدراسية أولوية، وكلها أولوية عند صاحب السمو. وقبل كل شيء بالنسبة اللغة العربية أولوية. واللغة العربية كذلك، نعم صاحب السمو. وهذا شركة رافد، نعم، لا ينطبق عليها النهر. نعم، ينطبق عليها رافد، يعني كثير. الجدار المتمايل يسند برافد. برافد، صحيح. طيب، لكن بعد ما تعني، لأن الجدار بيطيح، هل يطيح؟ هي. لكن لا، رافد تعني نائب الملك، نائب المسؤول، نائب الشرطة، نائب الشرطة. شوفها وين جت؟ سبحان الله. يعني الشرطة ما وصلت، هذا يوصل. نائب الشرطة، نائب المسؤول اللي بيقرر الخطأ والصواب. سبحان كيف؟ والله يا طويل العمر، وأقسم ولست حانثا بأنني وجدت هذا المعنى أمامي، والله أمامي، هو نائب المسؤول أو نائب الرئيس، الآن أبحث عنه وجدت أمامي، سبحان الله، قبل أن تتحدث يا طويل العمر، والله العظيم. هذا اسم الرافد يعني. سبحان الله. الرافد لها معاني كثيرة. سبحان الله. لكن هنا استعملت بهذا الشكل. لاحظ أنت في مجلة الرافد. الرافد، نعم صحيح. فهذه تنوب عن دائرة الثقافة لما الفعالية تنتهي. أيوة، من هذا المعنى، سبحان الله. شوف هكذا. فهذه كلها يعني لغة عربية فصيحة، سبحان الله. الحمد لله، ما شاء الله، جزاك الله خير يا طويل العمر. هذا صاحب السمو الآن وجدت في المعجم، سبحان الله، قال الرافد هو الذي يلي الملك ويقوم مقامه إذا غاب. هذا والله أمامي يا صاحب السمو، سبحان الله، وقلته قبلنا يعني، جزاك الله خير. جزاك الله خير. بالنسبة للبرنامج الإسكاني، وهذا برنامج جزء من برنامج كبير، لا نقول نحن والله في البيئة ومش عارف إيش في التعليم وفي الثقافة وفي غيره، هذه كلها مجالات ماشية، وهذه كلها خطوط. يعني هل تتصور أنا يعني مثلا يوميا ما أتبع الخطوط هذه كلها؟ أتبعها، وين وصلنا هنا، وين وصلنا هنا، وين وصلنا هنا، هكذا. لكن في خط يعني مثل ما تقول مغروس في تفكيري دائما، سبحان الله، وهو هذا الإنسان. حتى في غرفة كانجلتر كلمت عن الحصى وكلمت عن كذا، ومالك بالبشر؟ صحيح، شفتها؟ صحيح، نعم، بشر. طيب هذا الكلام اللي طلع ما في غرفة كان يومها، أنا أتكلم إن جايين نفتح نفق ولا جايين، لا، الإناء بما فيه ينضح. ينضح، صحيح. مليان، أنا مليان. هذه شوف تطلع الكلمات هائلة، منو لهم الأسر هائلة اللي مش عارف إيش، هذا موجود، ما يغيب، يعني شايلنا معي. ولذلك يعني الإنسان لما يكون مسؤول عن البشر يختلف، تتعامل مع الصخر بال 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 بالمطرقة، تتعامل مع هذاك بالقاطع، لكن هذا إنسان. إنسان. ولذلك هذا البرنامج الآن، هذه مثلا تشوف هذا العدد من المنح التي طلعت للإسكان، يعني هذه تراها تفرز عندنا عمليات الإحصائية هذه كلها، هم ما يفرزون، يحطوا لي أرقام. صحيح، أنا أترجم هذه الأرقام إلى قرارات. نحن شوية في الفترة اللي فاتت شوية جتنا مشاكل الارتفاع المعيشة ومش عارف إيش بير. صحيح، وتركنا هذا شوية، بس كل أصبر شوي، خلنا نحل لقمة العيش الحين، نخلص لقمة العيش ونرجع. أنا بعد الله وفقني حل على موظفيني، لكن على الآخرين ما حليت. سبحان الله.
وهذا لما اقول لي قالوا لك لا ما بعشان هاي الاسكان، لا هذا ماشي برنامج قبل، هذاك سياتي ان شاء الله بعد غير هذا طالب. لا هذا ما له دعوه، سبحان الله. اتكلم هناك على مستوى معيشه، عندي الله. موظف رفعته وعطيته 25,000. طيب انت بس اللي روحك تسوي كذا، طب ما غيرك جوعان. صحيح. عاش. طبعا تلتفت هناك ترى هاي كلهم ترى في ذمتك. في ذمتك انا عايز. هذا جاي ان شاء الله. باذن الله. لكن هل العملية اللي مثلا الحين مال ترفع انت بس ارفعوا المرتبات اعطوا كذا، هل تتصور ان عشان انا ارفع مرتبات هالموظفين ادرس باستخدام 42 مؤشر؟ 42 مؤشر. شو 42 مؤشر؟ 42 مؤشر يعني كم من رز، كم من القمح، كم من مش عارف ايش، مش عارف كم بالعباء، مش عارف ايش، لا هاي تبع عباء، تبع شنطة، مش عارف ايش، كل العاب الاولاد، هذا كل داخل فيه انا ادرسه. طبعا انا اطلب منهم يصير يشتروا لي، طلعوا لي انتم كم في السوق هذا؟ الاولاد هاي يبون ترى هذا يلعبون لعبة، عدل. الاولاد هاي يبون كذا، طيب هاي يبون يصيرون يتفسحون، كل هذه بأربعة واثنين وأربعين مؤشر استخدام حتى تطلع بهذه الفكرة. يا سبحان الله. بس جزاف هي. طيب هذا ونحن الحمد لله يعني، وإن شاء الله نوعد الآخرين اللي ما استطعنا يكونون من تحت موظفيننا إن شاء الله نساعدهم. لكن هل العملية هذه اللي هي تفرز الآن، تفرز لك إسكان، تفرز لك مطلة تعالج مع الطلقات، طيب شو البرنامج هذا اللي أنت عندك؟ أنا عملت يعني إحصاء خذوا مني سنتين، طلعت النتيجة. النتيجة لما تطلع أنا فرحت بها، لأن أنت في المجلس لأن هذا مسؤول. صحيح. قلت لهم هذا اللي عندي وعدته. قلت لهم أنا شفت وإن شاء الله حاسبوني قبل أن أحاسب. وجينا كأنما دخلنا في العملية والنقاش والغير، لأنه يريد التحديث. ما يعني ما لأن في أشياء مثل ما تقول ناس أعطت أخبار يعني جزاف، لكن بعد ما شافوا الشيخ روح أتكلم وقال ها في ذمتي وغير، الناس تغيرت. سبحان الله. قالوا بنغير بنقول الحقيقة. أنا قايل لهم قولوا لهم سبحان الله. هذا يقول لك أنت ما يقول فلان وفلان، هذا يشتغل بأرقام. صحيح صحيح. أنت ما يخصك، ما بنكشف سرك ولا بنسوي أهلك، تقول الكلام. ليش يسألني يقول ثلاثتك من بالقصد؟ سبحان الله. سيارتك بالقصد؟ طبعا. طب سيارتك بالقصد، ثلاثتك بالقصد، طيب تعيش وين بتاكل؟ وين بتعيش؟ نعم. طبعا معاش بياخذ صاحب القصد. يعني العملية ما عادية يعني. طيب نحن اشتغلنا الحين، طيب شو تريد يا شيخ؟ قلت ارجع مرة ثانية حدث لي هذه البيانات، حطيت لهم واحد واحد يعني. حدث لي هذه البيانات. أولا أنا هاللي في ذمتي أبا خصائصهم. شو هذا حين وجايني واحد هذا أنا ما أعرفه، بس أعرف اسمه كم ما أعرف خباياه. حلل لي من أي ناحية يعني طامرك؟ أنا أولا من ناحية اقتصادية، من ناحية اجتماعية، من ناحية سكانية، من ناحية صحية، ومن ناحية مستوى المعيشة اللي عايشها. يبغى هالخمسة هاي حطب عندي، خليني أعالج هذا الموضوع وأعرف وين أوصل لإخوة العيش. يبقى على هذا نشتغل يعني، مش نحن يعني أنا أترك واحد له عندي وغيره والله لو صار لأي شيء هذا في ذمتي أنا يعني، مو ذمة حد غير يعني. الله. أنا مسؤول عنه قايل يعني وينك أنت يا شيخ يعني ما. ولذلك هذا الآن التحديث أتى وخلص الشارجة كلها من دبر كلبة خرفكان منطقة الوادية كله هذا موجود قدامي يعني أنا أشتغل ما شاء الله. شو يضيرني أنا على كوباية شاي أجلس وأحل المشاكل الناس؟ شو يكلفني هذا؟ يا سبحان الله. الله من عند بالخير، الله من عند بالخير، الحمد لله. ما نقص مال من صدقة يا جماعة الخير، الله سبحانه وتعالى يعني يعرف. الحمد لله. إذن طيب
أهل خمس هذه الفئات هاي أنت اللي طلبتها وسألت عنها. طب شو ترجمت فيها يعني؟ لو تجي تشوف يعني طبعا هنا بس أرقام يعني بتشوف شو يعني. طيب الآن هذه الأسر اللي نحن قاعدين نبحث فيها وعندنا 26,428 أسرة. هذه الفئة اللي أنا أباها. شوف كيف؟ طيب 26,428 هذا عدد الأسر كلها صاحب سمو؟ في الشارجة. طيب لما تجي أنت وتشوف هذه الأسر اللي الله يعني وضعها في إيدك، طيب عطني هذه اختصاصاتها شو هذه؟ أريد أعرف هاي يعني كم يعني هذه. طيب نجي شو تطلب يا شيخ؟ قلت له أطلب توزيع الأسر والأفراد على حسب نوع السكن، ما أعرف وين ساكنين. أيوة قلت لك سكانية صحيح. طيب ناخذ السكان مالهم، أنا أعطيتك يا بلك ما أجيبها لك يعني ولا أحافظها كلها ما شاء الله عليك. طيب الآن أنت بتلاحظ ولو حتى المواطنين بس شوي خلي إذن معي يشوف شو قايل والعملية شو قتب. كله معك طعمك تفضل. أنا عندي الناس في الشارجة عندي حوالي 6,880 أسرة، هذه عايشين في فيلا طبقين ساكنين فيهم 36,662 مواطن. جميل. فيلا هذاك في طابق واحد، هذا الأولي في طابق واحد، طابق واحد يعني 6,880 وعدد الأفراد 36,662 في طابق واحد. طابقين هذا حفير أرقى شوي بعد هي. إيه بطابقين هذي كم بطابقين؟ عندي 16,000 أسرة و706 عايشين في عايشي هايلة يعني عندهم سلمك الله الأفراد طابقين. إيه بطابقين 116,583 فرد. طيب هذه عيشة كريمة جميلة صحيح. يطلع على حديقة من فوق الهاك ولا طيب نيجي نشوف نحن الباقي اللي بغاجي اللي أنا هلك أنا هلك ما خلاص ما لهم شيء عندي أنا إلا بعد لا حول ولا قوة إلا لا استصاب. لكن هذيل الثانيين الآن شو عايشين في شقة واحدة، ناس اللي يسكنون في شقة في الشقق نعم. إيه عندي 2,042 أسرة ساكنينهم 6,732. طيب ناس ساكنين في غرفة واحدة أوه أكثر ناس سبحان الله. إيه كم ساكنين فيها في كل في يعني في غرفة اللي عايش في غرفة كم أسرة؟ لا 55 أسرة تملك غرفة واحدة. يا الله سكانها 337 يعني السكان اللي هو مال الأسر إيه. 367 يسكنون في شقة في غرفة في غرفة واحدة. يا ساتر. طيب استوديو 88 أسرة عايشين في استوديو يسمونه أنا ما أعرف شو استوديو هذا. استوديو بعد أصغر يعني غرفة وصالة صغيرة كذا هي. عايشين في حوالي 58 نفر. تصور طيب كرفان خشب 8,000 أدعم نعم اسمعك طامرك نعم 8,000 ثمانية أسر يعني في 30 فرد إيه؟ مجموعهم. طيب انا قلت لك هاي لك ماني دعوه اللي فوق هي ابو طابق وطابقين خلاص بالنسبه لهذيل وايد يعني فرق هي انا ابدا وين هنا ابدا من الاستوديو لا 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 إيه؟ الان في بعد كذلك حوالي تقريبا 33 حاله وفيهم 196 نفر مساكن أخرى ما دي خيمة لوقة
ما ادري شو. الله المستعان. انا اسكت انا الحين والياسر طالع عنها الحين. ها طيب تعال يا تعالوا يا جماعه الخير، يلا ابدا من القاع، يلا ابني وانت ماشي. طيب انت عشان تبني بتاخذ هاي كله اللي تحت عدل. رايح فوق يعني. رايح فوق صحيح. عاد اللي في الشقه ارحم له من الكهرباء على الاقل بعد في الشقه. نعم صحيح. هذا ابو شقه مأجر وغرفه مأجر، شيل الاجار خل الحكومه تدفعنا. ندفع دفعنا طبعا شايلين اجارات كلها. جزاك طيب. الله خير. شوف الان هذا انا خلال تقريبا فتره بسيطه اكون اعتمدت هذه الصفحه كامل، تطلع من ذمتي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شوف العمل كيف يصير. يا الله برنامج والله يا طويل العمر برنامج هذا. طيب هذا بالنسبه للاسكان. لما نجي نحن نشوف نلاحظ الخصائص الأخرى للمواطنين، تلاحظ حاجة وأنا ذكرتها في خرفكان شوي وهي تريد لها علاج شوي، وأنا حتى قلت برضاهم ولا ما برضاهم ساكنين مع بعض هالكذا. تعال نشوف نحن هالحين خلصنا هذيلا وبقوا هاي الكبار اللي فوق. ايه صح؟ صح. ابو فيلا ودور ودورين. دورين نعم. طب خلينا نوايق عليهم في البيت. بعد. كيف يعني؟ ايه ترى قلت لك انا ما برجع لهم الا لا قدر الله صاير لهم شيء. زين. طب خليني ارجع لهم. خير. طيب نشوف. نشوف ان عدد الاسر يعني عدد الأسر المكونة من 7 أفراد أو أكثر 12,097 أسرة. هذاك الرقم ترى ما ما هو رقم صحيح لكن من داخله ما تعرف شو داخله. إيه وايد في. شوف كيف. يبقى شوف عدد الأسر المكونة من 7 أفراد وأكثر. 7 أفراد في الفيلا، في الفيلا الواحدة صحيح 12,097 أسرة. أسرة لا فرد في الأسرة. فرد في الأسرة. لا 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 هاي أسر طعمك. الأسر نعم الأسر اللي 7 أشخاص وأكثر. في شيء بعد أصعب من ذلك، عدد الأسر التي بها تزاحم أعلى من شخصين في غرفة واحدة. يقول انا مسكن اثنين داخل عيالي وهي وحده بنت وين اوديها يا ربي؟ الممر ولا مشكله. انت ما دام دخلت البيت الله لازم توايج. سبحان الله. هاي الحاله اللي هم مزدحمين داخل الغرفه الواحده 11,000 اسره 476. يا الله. طيب بعد هذا بعد نقول شيء. شوف شوف الحالة هذه، عدد الأسر التي تسكن في غرفتي نوم وبها أطفال ذكور وإناث، وأنا هذا اللي أقول لك وين يودون البنت وين يحطون الولد يا ربي. هذه هاي المصايب هذه كلها تنتج عنها 1852 أسرة. يا الله. هاي سامحني ربي أنا ما أبغي سامح. نشتغل على هذا الحين. انا قلت لك في خرفكان بس كان الاناء بما فيه ينضح. صحيح سبحان الله. لكن لان همي شايل معي. طيب هذه هذه ناحيه الاسكان ما زالت يعني. طيب انا عندي هنا في الاماره عندي مطلقه، عندي ارامل، عندي مهجورات. طيب ما عندنا اسكان هذه. طيب ما شوف انا نكلم السيدة الفاضلة نقول لها تعالي يا أختي تعالي يا بنتي تعالي شو صاير؟ شو عندك؟ أنا عندي مطلقات حوالي تقريبا 2391. هذا هاي مطلقة خالصة أوراقها. تعرف كيف؟ نعم نعم طعمك. اللي ما يملكون سكن 1850 من هال 2391. عاله 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 على من ما اعرف، عاله على
ابنها ويا زوجته والمشاكل عاله ويا مطلق و... صحيح. شوفه نحن هنا، نحن هنا. طيب غير أرامل زوج توفى الله أزواجها. صحيح. عندي 3549 حالة أرامل. اللي ما يملكون مساكن فيهن 2158 سيدة. وين عايشة هاي؟ مش أسأل عنها ولا لا؟ جزاك الله خير. وين وين هذا كيف يعني؟ كيف هاي؟ طيب عندي ما يقارب من 149 مهجورة. طب ما أسأل عنها. عندكم سكن؟ في 118 ما عندهم سكن. اللي عندهم سكن حوالي تقريبا بس حوالي تقريبا 11 ولا او بعرف. طيب شفت كيف؟ شفت كيف يعني بقول لك هذا الاحصاء وهذا والشغل واللي حاصل يعني انا طيب نروح على اخرى. عندي انا مثلا هاي المطلقات والمهجورات وغيره والارامل وغيره ياخذن شيء من لهن ياخذن في لهم مساعدات طال عمرك اجتماعيه حد وحد حد ياخذ طيب اللي ما طلقها وهاجر اذا ما تاخذ صحيح شو اسوي له يعني نخليه بس يعني يعذب بنت الناس طيب هاي المطلقات اللي ما لهن دخل الان احنا نقول لك اللي لهن دخل مطلقات 2391 هذا العدد لكن المتعطلة اللي ما لها يعني ما لها مساعدة تبقى 240 الأرامل 3549 ياخذن لكن في 45 طبعا ما عندن ما ياخذن مساعدات يعني ما ياخذن ضايعات بين الأوراق المهجورات 149 11 ما ياخذن طيب يعني شوف كيف هذه يعني الإحصاء كيف يسوي وكيف يرتب طبعا هذه ما تتصور انت ان تقول احنا هاي 11 مهجوره يعني ما نوصلها هاتفها بيتها رقمها اسمها عيلتها كل كامل موجود يعني بكل سهوله ممكن تصلها صاحب السوق حتى انا من بيتي اوصل جزاك الله خير طيب نجي مثلا نجي الى شيء طبعا يختلف شوي وانا حتى في خرفة كان لمحت يعني بس غلطت في الرقم نعم. قلت ما 30 سنة ما تحت لا 30 سنة ما فوق يعني احنا عندنا مثل المجتمع الآن يعني حوالي تقريبا في أسر هم موجودين في أسر يعني حوالي تقريبا يعني الأسر في أسر في 4362 أسرة هذه الأسر لكن طيب. فيهم داخل ناس عايشين وياهم ما متزوجين يعني هذه الأسر اللي فيها أبنائهم كبار وغير متزوجين متزوجين بنات أو رجال طيب هذه 7078 حالة طيب ما أروح أسأل أبوي ليش ما تزوجت يقول ما عندي بيت ما عندي مهر ما عندي مش عارف ايش ما عندي عمل طيب وايش يقوم الزواج غير هالثلاث طبعا نعم خلاص بنوفر الثلاثه ونعمل اسره جديده وتكون نوالي هذا المجتمع شفت كيف جزاك الله خير يا طويل العمر يبقى هكذا الشغل يبقى على فكره الى الناس يقولوا هالشيخ يشتغل غيره والله يا جماعه الخير والله بجره قلم قسما بالله بجره قلم شو بيكلفني انا المال موجود والخير موجود والنية الصافية موجود الحمد لله رب العالمين الآن في عندي أنا ناس متعطلين عن العمل والعطل غير واضح ترى في شيء قال بطالة مقنعة لا قال هذا يحصل من مدروين طيب من نحن نخليه على هواء الدنيا وشسب ومصايبها لا عندنا اللي متعطلين عن العمل يعني ما يقارب من حوالي 5290 أسرة
والبالغين فيهم هذيلة اللي هو من 18 إلى 59 اللي يستحقون العمل 83 ألف عددهم. يا الله يا الله عدد كبير. شوف كيف؟ طيب الآن البالغين الآن من 18 إلى 59 سنة متعطلين عن العمل، اللي متعطلين هالحين هاي لكن اللي بالغين متعطلين عن العمل 7000، واللي ومجموع الأفراد البالغين 83 آسف، لكن المتعطلين عن العمل 7093. هي لأن خوفتني طال عمرك 83. لا الرقم بس يعني أتذكره يعني. نعم. طيب الآن هذين هل كلهم يعني عندنا الحين 7000 93، هل كلهم بالفعل عاطلين عن العمل؟ طب منشوف يعني هايلة. أولا فيهم إعاقة، نشيل الإعاقة، نحن متوكلين حق الإعاقة، عددهم 758. طيب غيره فيهم حد مريض، مريض نفسي، مريض جسدي، مريض غيره، صح؟ صحيح. طيب 2584 ما نقدر أعطيهم عمل هذا. طيب ما صفة شيء، صفة بسيطة عملك. طيب كيف يعني صفها شوية؟ قلت لي طال عمرك الإعاقة 758 والمرضى 2584. طيب مجموعهم؟ والله عطى عمرك في الحساب 3342. 3342 من 7093 تقريبا قرب النص. نعم نعم شفت كيف؟ نعم يبقى نروح وراء هذا النص نقول له شو عندكم؟ صح؟ صحيح. أنا عاد متسلطن يقولوا جالس أشرب شاي متمدد. جزاك أنا قلت باخذك للعصر يعني لأداء العصر إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يعطيك الصحة والعافية. في ناس عندهم إعاقة وحتى أنا ذكرتهم هناك بك أخر فكان طبعا نشوفه أقول بيقولي يقول أشكر الشيخ، أشكر الشيخ، شو أحلينا، صح ولا لا؟ صحيح. روح نحن نشوف مشكلته هذا وندخل الفرحة عليه، وندخل الفرحة على الأسرة، ونقول له أنت يا بنتي والله كني كأشوفك تشيلين هذا في صدرك كل يوم، حطينا تودينا الحمام، تركبين في السيارة، بتودينا مدرسة، شوف كيف؟ يبقى لازم نروح نشوف هذا، هذه بنتنا ونعطيها الحياة الكريمة إن شاء الله معنا. يبقى هاي الأسر اللي عندهم هاي الحالات 2126 أسرة عندها هاي المصائب، وهي لو تدري تشوفها هي بتشوفها مصيبة. أنا أقول لها هذه رحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى، يكتب لها إن شاء الله الجنة. فهذه الحالات لازم نروح نشوف الحالات الموجودة مكانها، نقول لها تعالي شو تريدي؟ والله أنا ما برأي ما سوق السيارة، والولد يتقلب على الكرسي وشهر أوظف السائق يودي شنتي، يودي الولد، يجيب الولد. طيب هنا داخل أسوي لك أجهزة، أسوي لك شيء يكون الولد يستريح. يعني يا أخي حتى كلمة طيبة هي تريدها الحين في هذا يعني. طيب نيجي نشوف حالات أخرى، هنا أيتام، وقلت على أيتام هذيلا الأقل يريدون مسحة على رأسهم. صحيح. طيب حنان أبوي أو أم حانية، طبعا احنا نعمل الان في عندنا برنامج مال الايتام هذا موجود يعني، لكن شيء من ورانا ما يجي يضيع الولد في عائله ولا في كذا. طيب يعني العائله ما نقول شيء، نتمنى لهم يعني يدمجون في عائلتهم، لكن مرات تعرف انت ايش هي سلطانه الاولاد وهذا. صحيح. نعم طامرك. نعم دي 1014 أسرة فيهم أيتام. هالأيتام حوالي 2464 يتيم. طيب هذيلا ما يعني عندهم مساعدة؟ ما عندهم مساعدة؟ وياكل من الصينية؟
صح ولا لا؟ صحيح طال عمرك. ويشرب من الخرس على ما يقولون أول. نعم. لكن هذا يبالي. يبالي هدمة جديدة، يبالي فلوس فيدي، يبالي يشتري حلاوة، يبالي صح ولا لا؟ صحيح طال عمرك. قالوا أما اليتيمة؟ فلا تقهر. لا إله إلا الله. يا سبحان الله. يبغى هذا الموقف عندي الآن. جزاك الله خير. هذه مجموعهم 1577. ما لهم أي مساعدة. 1577 هذه ما لهم أي مساعدة. عايش عائلة عايش هذا إناث 700 وذكور حوالي 877 تقريبا. طيب نيجي نشوف الحين عندي مواطنين الشارجة وهم كبار في السن. فوق الستين طبعا يعني فوق الستين عندي وهنا مواطن الشارجة أنا الآن برنامجهم يعني برنامج كامل يعني الشارجة عطيت يعني مدينة صحية يعني بالنسبة لل مراعية للسن لكبار السن. نعم طايرك طبعا إيه. هذيلا تعرف شو لهم الآن موجود يعني في الشارجة برنامج طويل يعني أولا تأمين صحي كامل مش تأمين علاج صحي كامل علاج يعني هذا ما يعرف تتكفل فيه الحكومة العلاج على طول مستشفى. وفي أرقى مستشفى طيب خلي لو دخل في مستشفى هذا وقالوا له والله أنت راتك مطول كذا وتبي يقف السكان حسابه موجود يدفع له شو تبغى يعني ترى لا سرير عالجي بغض النظر كم مدة مكوثة في المستشفى لا أنا اليوم كان طلب يعني يتكلمون عن بيت سكنها كبار السن نعم وعددهم بسيط يعني والسيدات فيه والله يقولون يبغى يتوسعون ومدري ايش ويكبرون ويسوي ذاك والعدد بيزيد وغيره والله ما غير ولا ازيد ولا اجيب واحد اطلع من بيتي عيالي يعقون عندي يا الله صحيح. انا مستعد قلت له اللي بكاك خلاص انا اسوي لي بيت كبار السن في بيتكم في بيته هي ولا تيب عندي هنا انتوا ادخلوا عليه انا متكفل منه بكل شيء ايش هذا الخير والبركه هذا اللي اي والله صدقت يا طويل العمر والله صدقت يا طويل العمر هذه الحالات الحين هذه الحالات هاي لا يعني 60 طبعا عندنا عياده طبيه يسوي عمليه يدخل البيوت لكبار السن يصير كبار السن نعم لا يريدي لا يركض لا يركض ولا يركض المستشفيات ولا يقول اعطوني ما اعطوني لا ولو حتى الاسنان طالع عمرك كذلك عياده متخصصه عيادة الأسنان غير عن هذا عندنا عياده التمريض والتدليك وذاك صحيح كل صحيح نعم اللي بيت بيت يروحون سيارات تلف البلد كلها انا اشهد طالع عمرك صحيح كيف يعني؟ كيف؟ هذا على طول نقول معلومه كذا سبحان الله يستفيد منها الانسان ليش الإنسان وهو حي ما يطلع فيه الدود وليش هو بعد ما يموت يطلع الدود ليش حد يقول من التربة طال عمرك موجود يعني لا تربة ولا حاجة الله سبحانه وتعالى يعني مش قال يفنيها وضع هذه الجراثيم موجودة في جسم الإنسان من يوم هو نطفة سبحان الله من يوم هو يعني أول ما تكون موجود طيب هذا يختل هذه الدود كجراثيم موجوده في جسمه وحتى هو عايش اي كلنا فينا الحمد لله سبحان الله اي ولكن هذا ما يطلع الا اذا برد الجسم سبحان الله بالحراره كامل يكمن الين طيب لو متوفي الجسم يبرد خلاص ما في شيء دفي نعم سبحان الله طلعوا هذه لله يا سبحان الله طيب هذا إذا كان مات طيب ما الذي يدفي جسمه الدم طيب افرض هذا نايم ودمه ما يجري تحت في ظهره ولا تحت بينمل هي نعم طعمرك شو بيصير بيعتبر هذا ميت وهاي الجراثيم الملعونة بس طلعت يا سبحان الله شوف كيف
فبالتالي يحتاج الى يعني تحريك، تقليب وغيره، حط كولونيا، حط باودر، اغسله بالصابون، نظفه، مش عارف ايش. سبحان الله، ما شاء الله عليك يا طويل العمر. معلومه هذه، ما شاء الله عليك يا طويل العمر، جزاك الله خير. طيب الان هذه لكبار السن، انت بس انت بس اعطيته بس طببته وعرفته، بعد هذا له نفس، بعد اعطي شيء في ايديه، بعد يبغى يشتري، يبغى يعطي احفاده، يبغى يعطي شيء، صح؟ ويتيمل فيهم. نعم طعمك صحيح. كيف شوف كيف شوف صحيح هذه يعني. سبحان الله، بيضحك وذاك وشايل وجايب له برميت وجايب مدري، عدل عدل، وهذا طبع الشواب دائما. سبحان الله، شوف كيف شقايب، صحيح راعي هاي، عشان كلهم يركضوا يركضوا فوق الشبري. اي والله اي والله، ما شاء الله عليك يا طويل. احفادي طبعا يعني، ايش كيف الحياه يعني، صحيح سبحان الله. والله ان عايشه هذا طال عمرك ويا ابهاتنا ويا جدودنا. نعم طال عمرك، صحيح. كم حالي عندي انا من هاي، لان انا بسير اطلع بحصل عشان اشتري برميل. هذه 4357 حاله، 4000 بشويه بتروح تشوفه يا سلطان. طيب نيجي الان، احنا الان عندنا برنامج اللي هو ناس مأجرة، ونحن اخذناهم هاي العدد الكبير، اخذنا الايجارات الحين خلاص، وطبعا هذه اللي هو الناس اللي هم يعني فئة، اتذكر قلت هذه اللي هي عند العيش الكريم والكلام صحيح اللي قلناه يعني. اذكر نعم طال عمرك. الان هذا خلاص يعني الايجارات تدفع، وشطرتي انا اذا كان انا ما ارهق الحكومه ابني لهم يا اخي. صحيح، صح ولا انا؟ اذا ما تبى الايجار يطول ابني بشكل سريع. هي ابني الحين. نعم. هل الايجارات يعني يوم ما طبعا نحن بعد مش الا الايجارات، نحن كذلك حتى هاي البيوت المأجره والله مرات يقول لي شيء لا تخليه فيها، هاي شو مأجر لي هذا؟ قال زي شيخ هو مأجر، هو مأجر على ميزانيته، يوم هو يأجر ولا الشيخ يأجر؟ نعم نعم طارق، لكن انت قلت صحيح شو هالشكل يعني. انا الحين لو انا بعطيه مأجر بقول له خليك في بيتك هالخايس، ها؟ قال الشيخ، قلت ما في أجر لي خلاص، قول حق هذاك انساه زين. يبقى هكذا انت عشان ترفع الناس. طيب هل اعداد هذه الان المأجر مش تسارع تبني له؟ عدل. طيب نقول هاي للناس اللي مستوياتهم منخفضة، يلا شو برنامج سلطان انت هنا هذا؟ طبعا هاي عمليات ماشية، طبعا انت شو تشوف انت؟ شو تشوف في هذا يعني؟ طيب الحين هذا دخله محدود، حيفضل هالشكل وكل يوم يغتصبي في ديون، يستلف وما يستلف، والبنوك بعد مع الاسف تبيع دينك بعطيك دين وزياده. عدل نعم بالفعل للاسف مشكله. صحيح. طيب بر من كل شيء، خلاص الله يسامح. لكني يا اخي ما تشيله وتحطه فوق الرف يا اخي، وديه فوق شوي. طيب يدي فوق شو تسوي به؟ اول البيت هذا الخربان اشلك ابني، واعطيه بيت مؤسس، اعطيه اساس وياه، قل له يلا تفضل هذه واحده، انتقل وتنفس، والبيت هذا نظيف جديد، ما في لا لغلغان ولا في وصاخه ولا في شيء، خلاص جزاك الله خير، في جو نقي. طيب هذه واحده، انسى الدين شلينا، جارات ما تذكر زعنا. طيب هالاشياء، بس انا كيف اطوره هو اجتماعيا؟ تعال يا ابني، انت يا بنتي يا اختي، طيب انت شو تعمل؟ اعمل والله شو. طيب وين عيالكم؟ هذا ولدي متخرج اعطى وظيفه، هذا عندي بنت اعطى وظيفه، دور له وظيفه، وظيفه بكم؟ خريج جامعه 25000 اقل شيء، بنت وولد في عائله دخلوا 50000 على اهلهم في ما شاء الله، فرقت الحياه عندهم. صحيح طبعا، وخاصه انه ما عندهم التزامات، شليت عنهم كل الالتزامات. لا ماشي صفر، اخليه صفر يعني أتاهي. طيب انا اولادي وتعال اكبر عدد منح اعطيك، تعال تعال
تطورك وخليك تتعلم وترتقي وتكون إن شاء الله في مستوى معيشة راقي. طيب يعني هذا برنامج ترى، هذا واحد من برنامج أو من برامج كثيرة. يا الله يا الله يا طويل العمر، ما في جعبتك كثير يا صاحب السمو. شوف كيف والله دونت خلفك يا صاحب السمو، إلا أنني تعبت من كثر التدوين. فكم اللي دونت أنت يا طويل العمر جزاك الله خير. طيب يعني الآن أنت لما تجي وتلاحظ أنت هنا يعني بلد يعني ترتقي، ترتقي في مجالاتها الكثيرة، في مجال المحافظة على البيئة، المحافظة على التراث، المحافظة على اللغة، المحافظة على الدين، وأولا الدين، وأولا الدين هكذا، ومحافظة على المساجد، محافظة على يعني كل هذه ترتقي بهذه البلد. والرقي هو هكذا، والرقي ليس بحيس ثاني واتكلم أجنبي وأقول مش عارف، لا ترتقي بالناس. إذا أنت جالس مكان وعليك مستوى انزل تحت وشيل الناس بيديك وارفعهم فوق يا سلطة، يبقى هكذا يصير. مش أنت خلاص تخليهم أنت، لا أنت بس لها خلاص، لا يبقى ارتقي بهم. أنت متعلم علم، صاحي صحح، ساكن في بيت جميل وجيد وقصر ومش عارف يختصر، سوي لهم ايش؟ هكذا الناس تقول. هذا برنامجنا نحن، والحمد لله. عندك سؤال زيادة؟ والله يا طويل العمر ما أدري ما أقول، جزاك الله خير يا طويل، لكن أنا عندي سؤال، وهذا السؤال يا طويل العمر ربما يتبادر لكل إنسان. أنت تقول يا طويل العمر أن هذه كلها تأتي على استكانة شاي كما قلت، أو على كأس من الشاي، وتقول يعني بجرة قلم تغير هذه المسائل، لكن يا طويل العمر صحيح هي بجرة قلم، لكنها تحتاج إلى ربما ميزانيات وميزانيات ضخمة يا طويل العمر. فهل تدرس هذه المسألة من الناحية المالية، المستشارين الماليين هل تدخلهم في مثل هذه المسائل يا طويل العمر؟ أبدا، والله لو النقمة في حلقي لأخرجتها. يا الله يا الله يا الله لا يا الله. نوقف مشروعاتنا، نوقف أي مشروع ما له لزمة. في مشروع له لزمة 30% ما تسوي حاجة، ما في ضرر، في شيء أهم منه طبعا. جزاك الله خير. شوف كيف، جزاك الله خير يا طويل. يبقى هكذا، في شيء أولويات، الناس أولويات، المعيشة أولويات. أقول لولا ما لحقت وصار عليه شيء في ذمتي، يبقى هكذا. تصور أنت أن عندك الحمد لله يعني أن العدد قليل والوقت واسع والنفس من شرحه، الحمد لله، وهذه كلها الله سبحانه وتعالى يوفق الإنسان. الحمد لله رب العالمين. أن جايين هذا الشهر الفضيل، ادعو الله أن يلطف بنا ويرحمنا ويعفو عنا ويغفر لنا إن شاء الله. آمين يا رب. ويغفر لنا خطايانا. آمين يا رب. ونقول اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي. نقول كثير فاتخذوا شيئا من هذا الكلام، والله كلاما يطلع من الصدر، من القلب، من المحبة، ما نريد شيئا. نقول يا أخوانا هذا الإنسان، أنت الآن حتى تطمئن نفسك وتستقر، لا تستقر إلا بذكر الله. اذكر الله، اذكر الله سبحانك يا رب. شكرا يا محمد، جزاك الله خير يا طويل العمر، والله دائما نستفيد من نصائحك الجميلة. اليوم يا طويل العمر جزاك الله خير، استفدنا منك الكثير في اللغة وفي شأن الحياة وفي شؤون المواطنين، ودائما تختم الحديث بنصائح جميلة. جزاك الله خير يا طويل العمر، دائما نستفيد منك يا طويل العمر، جزاك الله خير، جزاك الله خير. شكرا. الله يبارك في عمرك يا طويل العمر ويجزك الصحة والعافية يا طويل العمر، جزاك الله خير. مشكور مشكور يا طويل العمر. بارك الله فيك، حفظك الله، وكل عام وانت بخير يا طويل العمر، جزاك الله خير. جزيل الشكر لوالدنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة. والله يا إخواني يعجز اللسان عن وصف ما سمعت الآذان.